كان سعيد جدا اليوم مناخ طول كرم. كما تعلم هو اللقاء الأول في محافظة طول كرم مع الأخ النائب المحافظ ومع مسؤولي الأجهزة الأمنية ومع المسؤولين الأجهزة المدنية أيضا والشرطية في محافظة طول كرم، نتفاهم حول آليات التعاون المشترك من أجل خدمة المواطن. نحن نثق وبوعي أننا لا نستطيع أن نقدم خدمة للمواطن دون أن يكون شركائنا لديهم هذه الثقافة وهذا الوعي حتى نستطيع أن نقدم هذه الخدمة. وكما تعلمون هي تعليمات، هذه الزيارة جاءت نتيجة تعليمات دولة الدكتور رامي الحمد الله التي هي تعليمات دائمة لنا أن نكون في الميدان، وتوجيهات السيد الرئيس للحكومة كلها بأن نكون دائما بجانب المواطن نتحسس ألمه ونعمل مجتمعين على تخفيفها. هذه هي رسالتنا، وأيضا هي رسالة للإخوان في الشؤون الاجتماعية لنؤكد على خارطة الطريق التي رسمناها في الوزارة بدءا من احترام المواطن ونحن نقدم له هذه الخدمة، وليس انتهاءا بالمساواة والعدل والتوزيع العادل لما نملك من إمكانيات. حتى بإمكانياتنا المحدودة نريد أن نقدمها لأهلنا لشعبنا باحترام بكرامة بعدالة بمساواة، هذا ما نسعى له. لا نستطيع أن نقدم هذه الخدمات لوحدنا كوزارة الشؤون الاجتماعية، نسعى لأن يكونوا كل الشركاء من مؤسسات حكومية وأهلية أن تتحرك في هذا الاتجاه، ونحن نتحدث عن ذلك بوعي وبثقة أننا إذا فعلنا ذلك مجتمعين نعم نستطيع فعل أكثر من شيء. بداية سعدنا بزيارة معالي الوزير الدكتور كمال الشرفي وزير الشؤون الاجتماعية محافظة طول كرم، يعني قدمنا له شرح كافي عن كل التحديات اللي بتواجه شعبنا وخاصة الفئات المهمشة في محافظة طول كرم، وعن أوضاع التعاون المؤسساتي في هذا المجال وما نقدمه من تنسيق وآليات تخدم هذه الفئات بالتنسيق مع كل المؤسسات ذات العلاقة، وشرحنا له كل الأوضاع. وهناك مطالب عادلة قدمناها له من المواطنين، يعني خصوصا يعني شكاوى المواطنين بما يخص خدمات الشبكة الحماية الاجتماعية وأيضا المساعدات العاجلة. يعني أنا حيينا أيضا بهذا المجال الأجهزة الأمنية لما تقوم به من جهود لخدمة الفئات هذه المهمشة، ومن بناء بيوت وأيضا خدمات صحية وخدمات تطوعية وتقديم الدعم والإسناد للمتطوعين أو للجمعيات اللي بتخدم هذه الفئات. يعني بنحيي الجميع وإن شاء الله أن تكون هذه الزيارة تلاقي تحقق الأهداف المطلوبة وأن يكون لها ترجمة على الأرض من خلال نتائج بتهم هذه الفئات.